رئيس الفريق الحكومي يؤكد رفض أي تلاعب بمفهوم اتفاق السويد، والميليشيات تواصل خروقاتها في الحديدة. اشتباكات ضارية في الضالع، والميليشيات تتعمد استهداف منازل المواطنين للتعويض عن خسائرها في جبهات المواجهة. تأمين مواقع عدة في المصلوب، ومصنع أكثر من 15 حوثيا في جبهة حام بالجوف. ثالثة والنصف توقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. بالتزامن مع اعتراف الأمم المتحدة بمسرحية انسحاب الحوثي الجزئي من جانب أحادي، تشهد الحديدة فعليا سريان إرهاب ميليشيات الحوثي بحق المواطنين في المدينة وريفها، من خلال تكثيف قصفها منازل قرى ريف الحديدة وأحيائها ومواقع المقاومة الوطنية والقوات المشتركة، لتؤكد أن مسرحية الانسحاب لا علاقة لها بالسلاح الحقيقي في الحديدة. أما في الجبهات الأخرى فتتلقى المقاومة تعزيزات متلاحقة لاستكمال تأمين المناطق التي تدور فيها المواجهات وفي مختلف الجبهات التي أشعلتها الميليشيات ضد اليمن واليمنيين. أوضح رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء صغير بن عزيز موقف الجانب الحكومي مما يجرى في الحديدة وما يسمى إعادة الانتشار، وأكد أنه سيتم رفض أي تلاعب بمفهوم اتفاق السويد. وقال بن عزيز في سلسلة تغريدات في تويتر إن أي خطوة أحادية ليست ذات قيمة ما لم تتم الإجراءات وفقا لما تم الاتفاق عليه في مفهوم عمليات إعادة الانتشار. وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه هو المسافات والرقابة المشتركة والتحقق وخرائط الألغام وإزالة كافة المظاهر المسلحة والمشرفين والتحقق من قوات خفر السواحل الأساسيين من التحقوا بالخدمة وفق القانون، إضافة إلى استبعاد الميليشيات من كل مرافق الدولة وفقا للقرارات الدولية وعودة الطواقم الإدارية لعملها، كما أكد بن عزيز في تغريدات نشرها على حسابه في تويتر على عودة النازحين وفتح الطرقات وتشغيل المنشآت الاقتصادية. وأضاف بقوله ما لم سوف يكون لنا موقف رفض لأي تلاعب بمفهوم اتفاق ستوكهولم، وأعرب عن تقديره لاستجابة الجنرال لوريسغارد بالعودة إلى مسار الاتفاق واعتبار ما يجرى جزءا من المرحلة الأولى إذ ليست أحادية. من جانبه أكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية حراس الجمهورية وعضو الوفد الحكومي في لجنة إعادة الانتشار العميد الركن صادق دويد أن اتفاق السويد بخصوص الحديدة كل لا يتجزأ في صورته النهائية والوضع القائم مؤقت. وشدد العميد دويد في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر على التحقق من خفر السواحل والأمن المحلي الأساسيين وإعادة المبعدين إلى أعمالهم والنازحين إلى منازلهم ومنع تهريب السلاح أو استثمار موارد الموانئ للميليشيات. وكثفت ميليشيات الحوثي خروقاتها في مدينة الحديدة غداة إعلان رئيس لجنة الرقابة الأممية تنفيذها الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لإعادة الانتشار وفقا لاتفاق السويد. مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية أكد أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، مخلفة المزيد من الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة. اعتبر المصدر تكثيف الميليشيات الحوثية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في اليوم الثاني من إعلان انسحابها من موانئ الحديدة محاولات مفضوحة لعرقلة الخطوات التالية والتي تتضمن تفعيل آلية التحقق والتفتيش وتحديد الإطار الزمني لإزالة الألغام والمظاهر المسلحة وآلية الإشراف على الواردات للموانئ والإطار الزمني لاستكمال المرحلة الأولى المنصوص عليها في اتفاق السويد. فاجأ الحوثي الجميع بجملة من الخروقات في حيس وجبلية التحيتة، فيما حبر أقلام الأمم المتحدة لم يجف من كتابة آيات الشكر والعرفان لميليشيات الحوثي على انسحابها من موانئ الحديدة بشكل أحادي، وفي خطوة تعد أولية وباكرة لعدد من المراحل الطوال ستكشف نية الحوثي في حل القضية سياسيا برعاية دولية أم ميدانيا بالاستناد إلى القوة.
يملك الحوثي وجهين، أحدهما دولي يقابل به الأمم المتحدة ويحضر به المحافل الدولية داعيا للسلام بل ومتبنيا له، وأما الوجه القبيح للحوثي فيلبسه لليمنيين قتلا وتدميرا وتعنتا، وكل وجه هو نقيض الآخر. والشاهد هنا في الحديدة يقول أن بعد الشكر والثناء الأممي لميليشيات الحوثي لانسحابهم بشكل أحادي، صارعت الميليشيات لعمل جملة من الخروقات التي ألف الشارع سماعها كل يوم، لكن الجميع لم يكن يتوقع تصرف الحوثي بهذه الرعونة بعد الثناء الأممي بساعات. هناك تفسيران لما قام بها الحوثي من خروقات في حيس والجبلية وشارع صنعاء داخل مدينة الحديدة. فالرأي الأول يقول أن هناك انقساما وتعددا في وجهات النظر داخل قيادات الميليشيات حول فعل تسليم الموانئ والانسحاب منها، وهذا اتجاه ضعيف يرد عليه البعض بأن للحوثي وجوها متعددة. التفسير الآخر لما قامت به الميليشيات من خروقات متزامنة مع الإشادة الأممية تتمثل في أنها محاولة حوثية لعرقلة الخطوات التالية التي تعقب ما يسمى بمسرحية تسليم الموانئ، علما بأنها هي الخطوات الأهم والتي ستقرر مدى صدق نية الحوثي في الانسحاب من الحديدة. هذا وتتمثل الخطوات التالية في التحقق من انسحاب الميليشيات الفعلي من الموانئ وإفراغها من كافة عناصرها المسلحة، والتحقق من هويات خفر السواحل وخلو المنشآت المدنية من أي عناصر تابعة للحوثي. كما تتضمن المرحلة المقبلة تحديد إطار زمني لإزالة الألغام وتسليم الحوثي لخرائطها وإزالة كافة المظاهر المسلحة من المدينة، ويتعين على الحوثي أيضا وضع آلية للإشراف على واردات موانئ الحديدة الثلاثة وإيراداتها المالية التي قدرها الحوثي بالمليارات. وكل هذه الخطوات يجب على الحوثي القيام بها في المرحلة المقبلة لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم، وهذا ما يفسر تصعيد الحوثي للخروقات في الساعات الماضية ومحاولة جر المقاومة المشتركة إلى مستنقع المواجهات. فالحوثي لم يكن له أن ينسحب أحاديا من الموانئ لولا جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها الأربعاء المقبل. معنا عبر الهاتف الملازم راشد مبخوت، إعلامي في المقاومة التهامية، مرحبا بك. أهلا وسهلا أخي الكريم. لم يتوقف الحديث عن إنجاز انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة لتتجدد الخروقات وبشكل لافت في المدينة وريفيا، ما الذي يحصل بالضبط في الحديدة؟ حياك الله أخي الكريم وشهر مبارك على الجميع. طبعا للأسف أخي الكريم الأمم المتحدة أصبحت تتحرك تحركات مشبوهة في الحديدة وتبارك مسرحيات الحوثي التي هي أصلا من إنتاج وإخراج بريطانيا، التي أصبحت تمارس الضغوط علنا على الحكومة اليمنية والتحالف. وإلا لماذا لم تتحرك الحكومة اليمنية وتدين بشدة تغريدة السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون التي وصف فيها الحكومة اليمنية بالمتهكمين الذين ينتقدون كل ما يفعله الطرف الآخر؟ أليس هذا يعتبر تدخل سافر؟ وين السياسيين تبع الشرعية؟ وين نائمين ما سمعوا ولا دروا ولا ردوا ولو بتغريدة؟ يا أخي ردوا، أنت في فندقك لا تخرج، بتحسسني أنك مهتم بشؤون البلاد. الحوثي عندما تدخل الجنرال الصادق باتريك ومنع مسرحيتهم السابقة عن تسليم ميناء الحديدة أقاموا القيام عليه، وخرجت مسيرات احتجاج تطالب برحيله، وقدموا احتجاج للأمم المتحدة ومجلس الأمن وطلبوا تغييره، وتم بالفعل تغييره. مش زي أصحابنا، يعني سفير لدى اليمن يتدخل فيما لا يعنيه، ولا يوجد حتى الآن أي اعتراض أو احتجاج من الحكومة الراغبة. بالإضافة إلى استمرار ميليشيا الحوثي في خروقات للهدنة وقصف متواصل للمصانع والقوات المشتركة، المقرات القوات المشتركة في الساحل، ولا يوجد أي احتجاج واضح من الحكومة في الخارج من السياسيين، من وينهم؟ لا يوجد أي تحركات سياسية للحكومة للأسف، وكأنه لا يوجد لديهم سياسيين كما يوجد لدى الطرف الآخر من سياسيين يقدموا ويرفعوا تقارير بالكذب والتزييف لمجلس الأمن وغيره. نعم، الحكومة أبدت ترحيب واستعداد لتنفيذ ما يخص إعادة الانتشار وفق اتفاق السويد، واعتبرت أيضا أي تلاعب بمضامين الاتفاق مرفوض، كيف تقرأ ذلك؟ نعم أخي الكريم، لكن هناك أنت لديك وقت، الوقت يمشي، أنت الآن لك 5 أشهر على هذا المسرحية والتلاعب. هذا الذي يريده الحوثي هو يراهن على الوقت فقط،
أنا أعرف أن الحكومة قدمت اعتراض ومستمرة في تقديم الاعتراض، لكن أنت لديك وقت. أما أن تحسم المعركة مع الحوثيين أو ينفذ ذلك على الأرض بصدق وشفافية، لكن الوقت يمشي والحوثي يراهن على الوقت فقط، هو يريد يكسب الوقت، هذا الذي يريده. ملازم أول راشد مبخوت، شكرا جزيلا لك. وفي الحديدة أيضا، تسببت قذائف ميليشيات الحوثية التي تمطر بها المناطق السكنية في منطقة الجبلية بمديرية تحيتا في نزوح عشرات العائلات من منازلها إلى العراء هربا من آلة الحرب الحوثية التي استهدفت كل شيء. عشرات العائلات والأسر نزحت من منازلها إلى العراء هربا من جحيم مقذوفات آلة الحرب الحوثية التي تستمر في جرائمها بحق المدنيين لتزيد من معاناتهم ومآسيهم. الميليشيات أمطرت بقذائفها المدفعية المناطق السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، ما دفعت الأسر التهامية لترك منازلها في رحلة للبحث عن مأوى تزداد صعوبة خلال أيام شهر رمضان، رحلة ترافقها صعوبات جمة، إذ يفقد النازحون أعمالهم ليظلوا مشردين بلا سكن ولا عمل ولا مصدر دخل يعينهم على ظروف النزوح الصعبة والتي أجبرتهم عليها الميليشيات الحوثية. الوريشة الحوثي شرد احنا في المناطق حقنا من منطقة الغويرة، صبحنا مشردين، هربنا من العروبات، احنا من الاشتحال ولا الاشتهاج، حرقنا من المزارع حقنا قصبا، نحن حرقنا في المنطقة هذه في خلوة، لا نعرف نشطر ولا نعرف في البحر ولا نعرف في محل، احنا مددين ساكنين في بيوتنا. الميليشيات تعمد إلى انتهاك حقوق الإنسان في مختلف مناطق الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة نهاية العام الماضي، وتزايدت مؤخرا مع تصاعد عمليات التهجير القسري وتشريد المواطنين والسكان الأبرياء وقصف منازلهم وأحيائهم السكنية والأسواق العامة والمزارع. في الضالع، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المناطق السكنية للتغطية على انكساراتها وخسائرها في جبهات المواجهة، حيث تتكبد خسائر مادية وبشرية فادحة. قصف عشوائي تمارسه ميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين في الضالع للتعويض عن خسائرها والتغطية عن هزائمها المتلاحقة التي يلقنها أبطال المقاومة المسنودين بالقوات الحكومية والقوات المشتركة في المحافظة. مشهد نوعي يظهر لحظة إطلاق وحدة مضاد الدروع في ألوية العمالقة لصاروخ موجه باتجاه دبابة حوثية كانت تستهدف المناطق السكنية هي 14 بالمحافظة، كانت متمركزة على تبة مرتفعة وتقصف بشكل عشوائي منازل المواطنين في منطقة حمر بقعطبة، ما أدى إلى مقتل وجرح 12 من عناصر الحوثي، كما تم تدمير دبابة وخمسة أطقم تابعة للميليشيات في حمر السادة ودار السقمة ومعزوب عامر شمالي وغربي قعطبة. وتتعمد الميليشيات استهداف المواطنين الأبرياء في الضالع لبث الرعب في نفوس المواطنين. زهرة حميد إحدى ضحايا رصاصات الحوثية الغادرة التي لا تفرق بين رجل وامرأة ولا عسكري ومدني، استهدفتها أثناء مرورها في أحد الطرقات بقرية ذي علي الواقعة بالقرب من منطقة تورصة بجبهة الأزارق في عمل إجرامي لا يمت إلى أخلاق وأعراف اليمنيين بصلة. أما عن التطورات الحاصلة في المحافظة، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين وحدات من القوات الحكومية وعناصر من ميليشيات الحوثية الإرهابية في الأطراف الجنوبية لمديرية قعطبة شمالي المحافظة، أسفرت عن مصرع العشرات من المغرر بهم والذين يدفع بهم الحوثي إلى المعارك العبثية التي أشعلوها ضد الشعب اليمني لمحاولة تحقيق أي تقدم للاستهلاك الإعلامي. المواجهات امتدت إلى أسفل نقيل الشيم جنوبي منطقة مريس ومنطقة حمر السادات شمالي مديرية قعطبة والدائري الغربي بمنطقة العباري بعد قصف مركز على مواقع وثكنات العناصر الحوثية من قبل القوات الحكومية في المنطقة. تكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. لتبقى المواجهة على الأرض، أصدقوا أنباء من كل أكاذيب ميليشيات الحوثي التي تروج لها في وسائل الإعلام التابعة لها. وكانت التشكيلات المشتركة خاضت معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في الجهة الغربية من مدينة قعطبة وأمنت مناطق عدة، وكسرت تسللات الميليشيات في تورصة بالأزارق وحجر.
تصاعدت حدة القتال ليلة أمس مع الميليشيات الحوثية في جبهات الضالع، حيث شهدت أطراف مدينة قعطبة اشتباكات عنيفة بين قوات الحزام الأمني والقوات المشتركة مع ميليشيات الحوثيين، تم خلالها تطهير عدد من شوارع مدينة قعطبة، وتم كسر تسلل قامت به الميليشيات في منطقة تورسة بالأزارق وكذلك في جبهة حجر مديرية الضالع. حصل في ليلة أمس اشتباكات بين ميليشيات الحوثي وقوات الحزام الأمني والقوات الخاصة والمشتركة، وكبدناهم خسائر كادحة في مديرية قعطبة، والحمد لله سيطرنا عليها سيطرة تامة. نحن هذا كان المركزي قادما والآن في تحت 33، ونحن جنود سنة المشاة، وهذا هو السجن المركزي، والدعاية اللي يقولون أنهم دخلوا لا يمكن يدخلوا شبر واحد، هم تطلقوا يعني دروس قاسية خاصة بجبهة مريس. الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات الضالع، من بينها قيادات كبيرة، حيث قتل المدعو العميد إسماعيل الحسني ورداد العمري ومجاهد الشهري وأسرى أعداد كبيرة من الميليشيات. وقد قامت الميليشيات بنهب الأجهزة والمعدات التابعة لمستشفى السلام بمدينة قعطبة عند تسللها خلال الأيام السابقة. في الساعة 5 صباحا اليوم تحركنا نحن وبقيادة هيثم نويصر قائد طوارئ الحزام الأمني، وقمنا بالتطهير الذي تسللوا إلى جنب المجمع حق قعطبة ودحرناهم، والآن الوضع هذا إلى هذا الآن ما فيش أي تقدم. تتفاقم معاناة المواطنين بمناطق كثيرة بمحافظة الضالع جراء الاشتباكات الواقعة في قعطبة وأطراف الضالع والأزارق، مع تواصل موجة النزوح وارتفاع لأسعار المواد الضرورية وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. دخلنا اليوم إلى مديرية قعطبة، مشطناها بالكامل من الحوثيين، المكان يعني آمن، ونحن قمنا بدحرهم يوم أمس ونظمنا كل شيء في قعطبة، والآن بحمد الله تم سيطرتنا بالكامل على أطراف قعطبة. تواصل قوات الحزام الأمني والقوات المشتركة تطهير مناطق مديرية قعطبة، وتتقدم في أطراف مدينة قعطبة من الاتجاه الجنوبي والاتجاه الشمالي، وتتوعد باجتثاث الميليشيات الحوثية من أطراف مدينة قعطبة. محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع. معنا عبر الهاتف عميد عبد الله مزاحم أركان حرب محور إب، مرحبا بك. يا أخي مرحبا وسهلا فيكم. قائد محور إب وليس أركان حرب. أهلا بك يا قائد محور إب. تتعمد ميليشيات الحوثي استهداف المناطق السكنية للتغطية على انكسارها في الضالع، لماذا برأيك؟ يا أخي أنا لا أدري والله، ما هؤلاء هم بشر، هم جيش، هم بني آدم، لا أدري هؤلاء كل عملهم عمل غوغاء فوضى، لا نعلم ما هو الهدف. كل العمل هذا الذي يعمله عناصر الحوثي كلها يحاولوا الالتفاف على منطقة مريس. مريس هذه القلعة الصماء الشامخة العظيمة، لا ندري لماذا الحوثي يسعى لهذا الكلام. تسللات وقتل ومجازر ثم يعودون جثث هامدة، يعني على الأطقم محمولين جثث هامدة. لا ندري ماذا يريد الحوثي بالضبط من مريس، يعني بالضبط. تحية لمريس هذه التي يحبها محب العالم، محب الحرية في العالم يحبوا مريس. تحية لمريس وتحية لأبنائها وكل الأحرار فيها. تحية لقناة يمن اليوم وتحية لجميع القنوات التي تغطي يعني أخبار جبهة مريس في جبهات الضالع. تحية لأبناء الضالع بشكل عام وتحية لجميع المقاتلين. هؤلاء الحوثة يعني عناصر يا عزري ملانزي يشربوا مخدرات، ملانزي تعطون يعني أشياء منشرات، يعني تفقدهم أو عقولهم وصوابهم. يدخل المناطق يا أخي لا يستطيع دخولها إنسان يعني عنده مثقال ذرة من عقل. لا يعود كما قلنا يعني كل من أرسل إلى جبهات الضالع لا يعود إلا جثة هامدة. بمعنى أن الميليشيات تدفع بعناصرها إلى المحرقة في الضالع، ألا تكترث هذه الميليشيات بهؤلاء الشباب وأسرهم؟ هذا الكلام نعم، هذا الكلام نعم هي تدفع. أنا أقولها أقول وأؤكد أن الحوثي يتخلص من عناصره الضالع، لم يدفع بهم لتحقيق الانتصار أو تحقيق يعني مكسب على الأرض، وإنما يدفع بهم للتخلص منهم على الأرض، يتخلص منهم في الضالع ويحرقهم يبيدهم ثم يدفع بعناصر أخرى، وهكذا كل يوم
يعني قرية قردة تشهد على أنه كما ذكرتم سابقا مجموعة من القيادات الذين تم قتلهم أيضا الأسير محمد القفري الذي تحدث في قناة المسيرة قبل أسبوع تقريبا أو قبل 10 أيام أنه سيصل لن يفطر في المدير رمضان إلا بالضالع قبل أسبوع تقريبا 5 أيام بعد بداية رمضان. اليوم هو أسير من ضمن الأسرى الذين يعني يكون يعني كالسكالة بين الأسرى في الضالع. نعم. قائد محور إب العميد عبد الله مزاحم، شكرا جزيلا لك. على الصعيد الإنساني سيرى أبناء منطقة يافع قافلة غذائية بنحو 70 مليون ريال لدعم ومساندة رجال المقاومة الشعبية في جبهة آل حميقان بمديرية الزاهر محافظة البيضاء، ومساهمة في تخفيف معاناة الأهالي في القرى الواقعة بخط التماس. جئناكم من يافع بهذه القافلة المتواضعة إلى قبائل آل حميقان، إلى الأبطال الشجعان الذي ضربوا أروع الأمثل في الشجاعة والبطولة والاستبسال. وهذه القافلة هي يعني من أبناء يافع جميعا لهذه الوجوه ولهذه القبائل، وهي للقبائل أو القرى التي على خط النار على خط الالتماس. هذه القافلة لا تعني شيء بالنسبة للرجال، ولكن هي خط تعبير عن دعمنا لهذا الرجال الذي يتقاتل. مش قصيدة القافلة المحمل، لكنها هذه هي فقط تعبير مننا من يافع لأخواننا المقاتلين في هذا الجبهات، ونحن دائما سنكون عونا لكم مهما كانت الأمور مهما كانت الأسباب. حياكم الله، كف الله حيكم، فاحنا يعني منكم وإليكم أخوانكم. هذا عدو جميع. وتسعى ميليشيات الحوثي في ظل خسائرها المتواصلة خلال المواجهات مع أبطال آل حميقان في الزاهر إلى القصف العشوائي على المناطق الآهلة بالسكان من مواقع تمركزها في جبل ضحوة والضروة، مستهدفة مسجد غول السقل الواقع في منطقة القربة وقرى في منطقة الحبج، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة وتوقف حركة السير في طريق البيضاء يافع عدن. ما حملت ميليشيا الحوثي الكهنوتية أسلحتها للدخول إلى قرية ما إلا وتكبدت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. مؤخرا أضحت ميليشيا الكهنوت منتحرة على أطراف مديرية الزاهر جنوب البيضاء، مما جعلها تصب جام غضبها على المدنيين العزل بقصفها لمنازل المواطنين وقطع الطريق وحصارهم. ففي الطريق الرئيسية التي تربط مديرية الزاهر بالبيضاء وعدن ويافع توقفت الحركة للمركبات، وكتب على المواطنين قطعها مشيا على الأقدام. هنا حيث تسعى الميليشيا إلى إجهاض المواطن وسحبه للماضي، أجبر السكان على استخدام الحمير لإيصال ما يحتاجونه من مواد غذائية ومستلزمات العيش وإسعاف المرضى في ظل قطع الطريق من قبل ميليشيا الكهنوت. في أبسط الحاجات والأغراض لهم لا يستطيعون الوصول لشرائها أو لأخذها، حتى المرضى كما تلاحظون يستخدمون العربات والحمير والنقالات لنقل الجرح لنقل المرضى. هؤلاء هم مجموعة من أبناء مديرية الزاهر المحاصرة يقطعون أكثر من 3 كيلومترات مشياً على الأقدام، في حين تمثل هذه المأساة نصراً لميليشيا الظلام والموت. هكذا هو حالهم كل يوم منذ أن حصرت قراهم من قبل ميليشيا الحوثي الإمامية. ما
تقريبا هذه الميليشيات الظالمة. كلما اتسعت دائرة الهزيمة والخسائر لدى الميليشيا كلما أوغلت في بطشها للمواطنين البسطاء كحصارها الهمجي للقرى وترويع أهلها واستهداف منازل أصحابها بالقصف والتفجير في ظل غياب تام لمنظمات حقوق الإنسان. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة البيضاء. أمنت القوات الحكومية مواقع جديدة في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف. أفاد مراسلنا أن مواجهة عنيفة اندلعت بين قوات اللواء 101 وعناصر الحوثيين في جبهة المصلوب، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تمكنت من التقدم واستعادة مسافات واسعة في منطقة الحلو غربي المديرية بعد أن حاولت الميليشيات التسلل إلى مواقع القوات الحكومية والتي تم التصدي لها من قبل أفراد اللواء. أضاف أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات التي ما زالت جثثهم مرمية في مواقع الاشتباك حتى اللحظة. ذلك تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في معارك ضارية خاضتها القوات الحكومية إثر محاولة عناصر منها التسلل إلى جبهة حام تزامنا مع قصف مدفعي على تحركات الميليشيات وصد تسلل على وادي سلبة. لم تعتاد جبهة حامة على مثل هذه المواجهات منذ أشهر طويلة. كان الهدوء يعم على مختلف مواقعها الشمالية والغربية. ارتفعت أصوات العيارات محدثة معارك عنيفة استمرت ساعات طويلة. مصادر عسكرية في اللواء 122 ذكرت لنا أن المعارك أتت خلال تسلل أقدمت عليه مجاميع مسلحة للحوثيين كانت تحاول الحصول على أحداثيات مواقع القوات الحكومية وعدد الأفراد المتواجدين في هذه المواقع، كما كانت تحاول مجاميع أخرى في الهجوم على موقعين للواء في الجهة الشرقية بالجبهة ذاتها. المعارك الدائرة انتهت بخذلان كبير للعناصر الإمامية ودحرها من هذه المواقع والتي كانت تحاول الوصول إليها دون إحراز منها أي تقدم، بل تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد حيث قتل في صفوفها أكثر من 15 قتيلا وعشرة الجرحى. كما تزامنت المعارك مع قصف مدفعي من قبل مدفعية القوات الحكومية استهدفت تحركات للحوثيين، كما أعطبت عدد من الآليات القتالية التابعة لهم. العدو علينا يكون صعبا، ولا يمكن يهددنا ولا يمكن يخوفنا ولا يمكن، ونحن لا نهاب الموت إن شاء الله بإذن الله. إن إحنا الآن على مشارف صعدة، وإن شاء الله نحن ندخل معسكر حام على البوابة. إحنا المعارك في جبهة حام أتت مع صد هجوم فاشل للحوثيين في وادي سلبة شمال غرب المحافظة. استطاع أبطال المحور الشمالي من صدها بشكل كامل بعد مواجهات شرسة كانت تحاول الميليشيات التقدم إلى تبة السلام المطلة على آل عشال، لكن أفراد المحور أفشلوا تحركاتهم وكبدوهم عشرات القتلى والجرحى. توقف معارك القوات الحكومية في جبهة الجوف تعطي مصدر قوى للحوثيين على شن هجمات متكررة وترتيب قواهم لمعارك قادمة في ظل التريث الذي تعيشه القوات الحكومية في هذه الجبهات. عبد العالم دحلان، لقناة اليمن اليوم، محافظة الجوف. نعم، عبر الهاتف الناطق باسم القوات الحكومية العميد الركن عبد مجلي، مرحبا بك. وسهلا بك يا اخي العزيز. نعم، إذا معارك ضارية تدور في الجوف وصعدة، حدثنا عنها وعن أهمية المواقع التي تم تأمينها من منظور عسكري. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الشهر الكريم الانتصارات التي حاولت فيها الميليشيات الانقلابية الحوثية التسلل إلى عدد من المواقع في مديرية برط العنان وكذلك المصلوب وفي جبهة حام، لكن الأبطال الأشاوس من الجيش الوطني استطاعوا كسر تلك التسللات والقضاء عليها وتكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. أيضا هناك تحكم في ميدان المعركة والسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض، ومن خلالها تم قطع طرق الإمداد عن الميليشيات الانقلابية الحوثية والسيطرة النارية على مواقع الانقلابيين التي أصبحت غالبية تلك المواقع تحت السيطرة النارية للجيش الوطني. هناك فرار جماعي للميليشيات الانقلابية الحوثية، كما أن هناك خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد للميليشيات الحوثية. أخي العزيز، أيضا هناك انتصارات حققها الجيش الوطني وبالأخص في محافظة صعدة وفي مختلف الجبهات القتالية في محور البقع وكتاف. استطاع الجيش الوطني التقدم الكبير نحو مركز مديرية كتاف والسيطرة على عدد من الجبال والأماكن الهامة والقبض على عدد أيضا من الأسرى من الميليشيات الانقلابية الحوثية.
في باقم أيضا محور باقم محور له أهمية كبيرة واستطاعت تقدم نحو مديرية وأطراف مديرية مجز وخطابر وتكبيد الميليشيات الإنقلابية الحوثية الخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات وأيضا انتزاع تلك الألغام التي زرعتها الميليشيات الإنقلابية في المناطق المتاخمة للمناطق السكنية في مران أيضا تحقيق انتصارات وتقدم كبير نحو معاقل رؤوس الميليشيات الإنقلابية الحوثية. الميليشيات تعيش تحت صفيح ساخن على رؤوس تلك الميليشيات الإرهابية المنفذة للأجندة الإيرانية. انتصارت أيضا تحققت في محافظة البيضاء وخاصة في جبهة الزاهر وجبهة قانية على تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية. هناك أيضا القضاء على عدد من التسللات في مختلف الجبهات التالية في محافظة البيضاء. الميليشيات الإنقلابية في محافظة البيضاء دأبت على إطلاق قذائف العشوائية وقطع الطرقات عن المواطنين الذين أصبحوا يحاصرون في هذا الشهر الكريم الذي هو شهر الرحمة، لكنها الميليشيات الإنقلابية جعلته ضد أبناء البيضاء شهر للانتقام وشهر أيضا لقتل الأطفال والنساء والمواطنين في مدينة البيضاء. هناك أيضا انتصارات حقق الجيش الوطني وبالأخص مديرية قعطبة الذي استطاع أيضا تكبيد الميليشيات الإنقلابية الخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات في الضالع. هناك سواء في نفق الخشبة أو في غيرها من المناطق استطاع الجيش الوطني استعادة عدد من المناطق، وما زالت المعارك محتدمة ومستمرة نحو إلى هذه اللحظة. الميليشيات الإنقلابية الحوثية هناك استنزاف كبير، أصبحوا أخي العزيز طائحين في الجبال ومجندلين في تلك الأودية نتيجة ما اقترفت أيديهم في الاعتداء على الأطفال والنساء والمناطق. الجيش الوطني مع كل الوحدات العسكرية المرابطة في تلك المناطق سواء الوحدات العسكرية والأمنية وأيضا رجال القبائل من أبناء الضالع استطاعوا أن يحكموا فوق على تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية وأن تكبد الخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات. نستطيع نجمل القول أن الأيام القادمة ستكون قاسمة على الميليشيات الحوثية الإرهابية. العميد الركن عبد المجلي الناطق باسم القوات الحكومية، شكرا جزيلا لك. أشاد مواطنون في المخا بالجهود والتضحيات الجسيمة التي تقدمها الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام لنزع الألغام، مشيرين إلى أن مزارعهم ومنازلهم وممرات طرقهم تم تفخيخها بكميات مهولة من الألغام والعبوات الناسفة من قبل الميليشيات الحوثية. ما قدرنا ندخل هنا إلا ما سافقنا الطريق، ما سافقنا الطريق دخلنا مزارع حقنا. أما الألغام عندهم متورات في قرية في مينا مشقار كل الحوثي لغمها كله خلانا محل ملا كله نمسي كلاس احنا رح اربان فعل وهلا خمسة فعل كل موضع من الغم بس والله ان شاء الله سبنا تارك هذين العيام كان مزروع بالغام الطرق وكل القريات وكل المحلات الغام هذه من اشتل حوثي لغمت هذه الطرق هذه المحلات والمزارع والأراضي كلها الغام هذه الأراضي سلما تمشي اشتل حصلها الغام ما كنا نستطيع حتى نمشي. في ملف الأسرى تحاول الميليشيات الحوثية حرف اتفاقية تبادل الأسرى عن مسارها الصحيح وجعلها مقتصرة على من تراهم أهلا لعملية المقايضة التي تحاول جاهدة أن تتم تحت الطاولة وضمن رعاية الأمم المتحدة وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر. انتقائية في اتفاقية الأسرى تعكس الفكر العنصري البغيض الذي تتعاطى من خلاله الميليشيات مع اتفاق الإفراج عن الأسرى الذي تم التوصل إليه خلال محادثات ستوكهولم قبل أكثر من 5 أشهر. العميد صادق دويد الناطق باسم المقاومة الوطنية حراس الجمهورية تطلع من خلال تغريدة على حسابه الشخصي إلى الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين خلال الشهر الفضيل، كما نص اتفاق سويد دون تدخل حزب الله، لكنه عبر عن أسفه الشديد كون جماعة الموت تعرض صفقات خارج سياق المنطق والاتفاق فيها من الانتقائية العنصرية والتعنت الكثير، وتواصل المراوغة بقضايا إنسانية، وتحاول الميليشيات الالتفاف على اتفاق ستوكهولم وعقد صفقات تبادل أسرى من تحت الطاولة تقتصر على أسماء معينة من الأسر السلالية دون الاكتراث للأسرى الآخرين أو الاهتمام بمصائرهم. ورغم أن اتفاق سويد جاء من منطلق إنساني ولا يخضع لأي حسابات سياسية ودون قيود أو شروط،
إلا أن عصابة الحوثي لم تعزز هذا الاتفاق بخطوات إيجابية على الأرض من خلال عدم السير وفق الجدولة الزمنية التي أقرت خلال اجتماعات العاصمة الأردنية عمان منتصف يناير الماضي. وبناء على تلك الاجتماعات كان المفترض أن تجري عملية التبادل في شهر فبراير الماضي تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن ذلك لم يحدث في استخفاف واضح ببنود الاتفاق الذي تم برعاية وإشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن. مراوغات ومماطلات حوثية لتنفيذ اتفاق الأسرى بالإضافة إلى انتقائية مقيتة تؤكد بأن هذه الجماعة لا تأبه لمصائر اليمنيين ما لم يكونوا من سلالتها التي تدعي من خلالها حق الوصاية والولاية على رقاب المواطنين. سمرة النشرة فيها بعد الفاصل. انهيار القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية زاد من العام 2019. احنا من البيت قالوا خرجوا مرتفع اليوم وباكر لقينا خير عمال رشقنا كله القرية كامل البيت كامل رعيم كاين رعيم كاين رعيم الأرض ولا خلوا واحد. ولا ما عنده يا عطلة طالبت اللجنة العليا للإغاثة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الأمم المتحدة في اليمن بالتدخل العاجل للإفراج عن شحنات الأدوية الخاصة بمرضى السرطان في محافظة إب. اللجنة طالبت المسؤولين الدوليين بالضغط العاجل على ميليشيات الحوثي لوقف اعتداءاتها ومضايقاتها للمنظمات الإغاثية في اليمن التي كان آخرها إطلاق النار على فريق منظمة كير في محافظة إب والاستيلاء على 279 سلة غذائية. أكدت اللجنة في بيان أن احتجاز الميليشيات أدوية السرطان يهدد حياة أكثر من 3000 مريض في المحافظة، لافتا إلى أنه سبق للميليشيات الشهر الماضي احتجاز أكثر من 25 شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل مساعدات إغاثية ومشقات نفطية خاصة بالمستشفيات في محافظة إب. الحوثيون مشروع إجرامي يفتك باليمنيين من خلال سلبهم حقوق المواطنين وتدمير كل سبل العيش. فالميليشيات لم تكتفي بدفع الأبرياء إلى جبهاتها لحصد أرواحهم، بل تمادت لقتل المواطنين في منازلهم جوعا ومرضا من خلال دمار المنشآت الصحية أو جعلها حكرا لمقاتليها. مشاهد مأساوية لهؤلاء المرضى تختزل معاناة مئات الآلاف من المدنيين في اليمن جراء تعمد ميليشيات الحوثي قتلهم بمختلف الوسائل والطرق بما فيها الصحة. الحرب المدمرة التي فرضتها ميليشيات الحوثي على الشعب شكلت كارثة ضاعف منها انتشار وباء الكوليرا ليقضي على ما تبقى من أمل في الحياة لدى عامة الناس، والذي خلف أوضاعا إنسانية بارغة التعقيد، حيث لا تزال العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا تعيش وضعا مأساويا يهدد بكارثة بيئية جراء استمرار طفح المجاري في معظم شوارعها التي أصبحت مهددة بإغلاق بعض المنازل نتيجة توسعها يوما بعد آخر. إحصائيات أخيرة لمنظمة الصحة العالمية أكدت أن صنعاء احتلت المرتبة الأعلى في معدل الوفيات بالكوليرا منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت المنظمة 108 حالات وفاة
تليها محافظة إب ب87 حالة. وأضافت الأحصائيات عن تسجيل 147,900 حالة يشتبه بإصابتها بالمرض. 45% من المرافق الصحية لا تعمل سوى بنصف طاقتها بسبب شح المستلزمات الطبية والدمار الذي طال المئات منها، ما أدى إلى حرمان ملايين السكان من الرعاية الصحية، ناهيك عن النهب والسطو عليها من قبل ميليشيات الحوثي، الأمر الذي جعل غالبية تلك المرافق مهددة بالإغلاق في حال استمر الحوثي في السطو عليها. الميليشيات الحوثية واصلت تعسفاتها واحتجازها للمساعدات الطبية والإغاثية، ومنعت دخولها إلى المناطق الخاضعة لها إلا بدفع مبالغ مالية تحت مسميات عدة، منها الجمارك والمجهود الحربي، غير آبهة بمعاناة الناس واحتياجاتهم. فقد احتجزت خلال الأشهر الماضية عددا من الشحنات الدوائية والطبية والمواد الإغاثية في مناطق متفرقة من البلاد، واشترطت دفع مبالغ مالية مقابل السماح بدخولها لتلك المناطق. مصادر محلية بمحافظة أب أكدت أن ميليشيا الحوثي احتجزت أدوية مرضى السرطان في أحد النقاط على المدخل الشرقي للمحافظة، وتطالب بدفع مبالغ مالية على الأدوية والمساعدات الطبية مقابل السماح بدخولها، حيث يستفيد من شحنة الأدوية أكثر من 3,000 مصاب بالسرطان في المحافظة يواجهون مخاطر كبيرة نتيجة نفاذ أكثر من 50% من الأدوية من مركز الأمل لعلاج الأورام في محافظة إب. المدنيون في اليمن هم من يدفعون ثمن الحرب والصراع المستمر، فالمشهد الإنساني يزداد قتامة يوما تلو آخر في ظل تزايد العنف والإصرار المتعمد من قبل ميليشيات الحوثي على استمرار الصراع وقتل اليمنيين وبالأساليب المختلفة. في الختام تذكير بأبرز العناوين. رئيس الفريق الحكومي يؤكد رفض أي تلاعب بمفهوم اتفاق السويد، والميليشيات تواصل خروقاتها في الحديدة. اشتباكات ضارية في الضالع، والميليشيات تتعمد استهداف منازل المواطنين للتعويض عن خسائرها في جبهات المواجهة. تأمين مواقع عدة في المصلوب، ومصرع أكثر من 15 حوثيا في جبهة حان بالجوف. لقاؤنا في 5:30 على خير في أمان الله.